عبد الواحد الأنصاري رئيس مجلس جهة فاس مكناس مرة أخرى توجيهات جلالة الملك فورية ومتفاعلة مع كل القضايا الوطنية والتي تهم المواطنين على مختلف المستويات اليوم الموضوع يتعلق بمعالجة آثار الحرائق التي عرفتها بعض المناطق ديال الشمال وبعض المناطق من جهة فاس مكناس بغيت ناكد في هذا الموضوع بعض الامور، الامر الاول هو ان مع الاسف نسجل بان هذه فتره الحرائق ليست خاصه بوطننا بل هي تتعرف تتعرفها واحد العدد كثير من الدول كذلك في الجوار والبعيده عنا ايضا بغيت ناكد بان التفاعل الفوري اللي كان ديال الحكومه امر نعتز به ديال السيد رئيس الحكومه لمعالجه هذه الاوضاع او نتائج هذه الحرائق آه النقطه الثانيه هو اننا تنسجل باعتزاز التعاطي آه المسؤولين الترابيين من ولاه وعمال وسلطات عموميه ومواطنين مجتمعين للحد من اثار هذه الحرائق واليوم نسعى من خلال هذه الاتفاقيه الى معالجه اثرها وبالفعل ارسال الاشارات الواجب ان تصل الى كل مواطن بان نحن في دوله المؤسسات في دوله في حكومه تهتم بقضايا المواطنين في جميع الاحوال وبانها حاضره لمعالجه وتعاون معهم لمعالجه اوضاع طارئه كلما دعا الامر ذلك طبعا في اطار من الاستجابة للتوجيهات مرة أخرى ديال سيدنا الله ينصره نتمنى إن شاء الله واجهة فاس مكناس أو المجلس الذي أمتله منخرط تماما منخرط في هذه العملية وغيرها ربما التي قد نحتاجها في بطبيعة تطور الأمور مستقبلا نحن منخرطون في كل قضايا التي تعالج آه بعض وترفع بعض المعاناة عن المواطنين نحن جاهزون للتعاون والتعاطي مع كل الملفات في الحال وفي المستقبل مرة أخرى تنشكركم على هذا اللقاء والسلام عليكم قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي